نجح مسؤولون نادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في تمديد عقد إيهاب أمين نجم الفريق الأول لكرة السلة لمدة 3 مواسم مقبلة لينتهي تعاقده مع المارد الأحمر بنهاية موسم 2024-2025. وقدم البوب كما يحلو لجماهير الأهلي أن تلقبه مستوى مميزا رفقة الشياطين الحمر خلال 3 أعوام الماضية، وقاد الفريق لحصد 5 ألقاب وهم لقبان لدوري المرتبط ولقب لبطولة منطقة القاهرة ومثله لكأس مصر. وكان أحد أهم أسباب فوز الأهلي بالبطولة العربية للمرة الأولى في تاريخ القلعة الحمراء. وتعول الجماهير الحمراء أمالاً عريضة على أمين لاستعادة لقب دوري السوبر والغائب عن خزائن المارد الأحمر منذ 6 سنوات، حيث إن آخر لقب للشياطين الحمر كان في موسم 2015-2016 والتتويج بالخماسية التاريخية. كما قاد نجم الأهلي منتخب مصر لحصد 5 نقاط في مباريات المرحلة الأولى من المجموعة الرابعة للتصفيات الإفريقية والتي أقيمت بالسنغال فبراير الماضي، عقب الخسارة أمام السنغال ثم الفوز على كل من كينيا والكونغو الديمقراطية. ويسعى لقيادة الفراعنة للصعود لكأس العالم للمرة 6 في تاريخهم وعقب غياب 8 سنوات، حيث يعود الظهور الأخير لأبناء النيل في البطولة المونديالية إلى نسخة إسبانيا عام 2014. ويمتلك إيهاب أمين موهبة ضخمة وإمكانيات كبيرة يستطيع من خلالها فك طلاسم أقوى الدفاعات، ولديه شخصية قيادية داخل الملعب، كما أنه متلاحم مع زملائه داخل الفريق. أهلا بحضراتكم من جديد. في البداية برحب بنجمنا، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر واحد أبرز نجوم اللعبة في العصر الحديث، إيهاب أمين. أهلا بيك إيهاب. أهلا بيك كابتن هيثم، منور قناة النادي الأهلي وفرحانين بيك جدا. ربنا يخليك نورك. وعايز أقول لك إن أنا أحب أشكرك على الهواء إن أنت النهارده كان عندك يوم راحة من التدريب، وكان مفترض أنت تعود إلى اسكندرية طبعا بلدك وسط أهلك تفطر معاهم، ولكن أنت طبعا يعني فضلت تكون معانا، فأحنا بنشكرك، بشكرك جدا على الشعور الطيب ده ونتمنى كل التوفيق. طبعا شرف ليا طبعا موجود على قناه الاهلي. تمام هب، يمكن ارحب بيه. طيب طب اتفضل يا اسامه، اتفضل خش في الحوار على طول. اتفضل يا اسامه. لا فعلا بنشكرك جدا يعني، وان شاء الله يكون لقاء ممتع ومختلف عن كل اللقاءات. انا خلاص كلمتك قبل، هو هيختلف الموضوع وهنجيبك كده طبعا. بنبارك لك على التجديد ويحكي لنا كواليس التجديد يا كابتن، يعني ادينا كده كواليس التجديد، لان انت التجديد بتاعك شغل الراي العام الاهلاوي، هيجدد وست شهور بنتكلم لا مش هيجدد. القصه كانت صعبه فعلا ولا الامور كانت سهله؟ اولا يعني الله يبارك فيك يا اسامه، قصه التجديد يعني هي كانت سهله بس هي اخذت وقت شويه. يمكن ممكن مش ناس كتير تعرف، بس انا في موضوع التجديد والصفقات وهلعب فين والحاجات دي بالذات لو في وسط الموسم كمان ببقى سايبها لاخويا الكبير شريف. وببقى احاول انا اركز في الملعب وفي التمرين وفي ماتشات وكده، الموضوع في وسط سيزون بيبقى صعب قوي. فيمكن انا عقدي كان المفروض هيخلص بعد السنه دي، فكنت سايب الموضوع لغايه اخر سيزون يعني. وبعدين طبعا النادي فتح الموضوع في وسط السيزون، فحصل مفاوضات ما بين النادي واخويا في التجديد، ويمكن مع الوزير كابتن عمرو فاروق طبعا قعد مع اخويا، والموضوع يعني خلص في وقت سريع يعني. طب خليني اقول لك يمكن يعني حاجه تهم برضو جمهور النادي الاهلي بعرفها، اكيد كل فرقه او فرق النادي او فرق مصر كلها تتمنى يبقى عندها إيهاب أمين. فاكيد حصل تفاوضات اكيد يعني، ناس كلموك، كلموا شريف اخوك، طلبات إيهاب أمين يبقى معانا، ده حصل؟ حصل. يمكن هما كلموني طبعا، وفي لما حد بيكلمني في الحاجه دي بقول لهم يتكلموا مع اخويا بالظبط، فهم كلموا شريف. و مين اللي كلموه؟ انديه مين؟ النادي الاتحاد ونادي الزمالك. بس هو يمكن ما حصلش ان هما يعني، طبعا حصل عرض منهم وكل حاجه بس، ويمكن كان اكبر كمان من عرض النادي الاهلي، بس يمكن ما قعدوش. فيعني الموضوع كان كله في التليفون، عشان انا كانت رغبتي الاولى ان انا اقعد يعني اجدد في النادي، وده كنت موصله اكيد لشريف، وهو كان متفق معايا في الموضوع ده جدا. فيمكن الموضوع ما وصلش لمرحله. طب ليه ليه ليه؟ انا عارف السؤال وعارف اجابته، وانا كنت يعني مريت بالتجربه بتاعتك، بس ليه انت بتقول لازم نوضح اكتر؟ ليه بتقول ان انا يعني رغبتي الاولى يعني اكون في النادي الاهلي؟ ليه بتقول كده؟
هي يمكن نفس الاجابه اللي جاوبتها لما قعدت مع حضرتك اول ما جيت خلاص النادي الاهلي من 3 سنين. طبعا اول حاجه يعني الاستقرار في النادي، الجماهير، الكوتش دلوقتي كوتش جوستي، واول ما جيت كان كابتن اشرف توفيق، دايما المدربين على اعلى مستوى، الاستقرار مع الفرقه، بلعب مع لعيبه كبيره قوي زي عمرو الجندي، زي عمر طارق، لعيبه الجمال، مودي الجارح، مش عايز انسى اسم حد. فان انت يبقى معاك كل النجوم دي في الفرقه وداخل وسطهم وفي استقرار، ده يعني ده من اهم الحاجات. وان انت بتكسب، يمكن اول سنتين ما كناش موفقين قوي، بس اول سنتين هم اللي خلونا نوصل للسنه الثالثه. صحيح، عمر ما فرقه بتفضل دايما تكسب بيبقى في ابس اند داونز، واحنا السنه الثالثه بنحصد اللي عملناه في اول سنتين وتعلمنا من النهايات بالذات اللي كنا خسرناها. فدي حاجه. طبعا الاداره يعني يمكن على اعلى مستوى، يمكن ما فيش كده اصلا في اي حته تانية، طبعا مش هتكلم عليهم. وبرده مش عايز انسى بقى الناس اللي هي زي كابتن احمد الجرحي، كابتن طارق غنام، الناس دي لما تبقى معاك في الفريق كل يوم بتحس بتسهل الموضوع كتير جدا. وفي ناس برده يعني من اول ما جيت برده مش عايز انساها زي كابتن عبد الكيه وكابتن اشرف توفيق، يمكن هم سبب من اهم الاسباب ان انا يعني دخلوني النادي الاهلي. صحيح. طب خليني اخد من كلامك، انت اتكلمت ان انت اول سنتين ما كنتش موفق والنادي ما كانش موفق، انت ما كنتش موفق، الاصابات في اوقات مهمه جدا وحاسمه مع منتخب مصر بترجع باصابات للنادي الاهلي، ولكن كنت بتبقى حريص دايما على التواجد في اي وقت. ولنا طبعا وقعت الاتحاد الشهيره في نهائي لما رحت انت وطبعا كابتن عمرو يوم المباراه الصبح وقدرت تشترك. طب سؤال بوضوح وبصراحه ومن القلب، احنا في رمضان ها، لو ما كانش النادي الاهلي حقق بطولات الموسم ده، كان برضو نفس الرغبه عند ايهاب امين ان هو يوقع مع النادي الاهلي، ولا كان هيقول انا ادخل تحدي جديد؟ لا لا، كانت هتكون نفس الاجابه. ويمكن احنا من اول ما بدانا السيزون ده والهدف بتاع الكوتش جوستي وكابتن احمد وكابتن رامي وكل اللعيبه ان احنا نكسب الدوري، فهو ده بالنسبه لنا يعني الهدف في السنه دي ان شاء الله. فهو يعني التجديد انا بجدد من قبل حتى الدوري، فده صحيح بالظبط. فده يمكن ثقه في المدربين وفي اللعيبه وفي نفسي في النادي في كل حاجه، فان شاء الله يعني يبقى خير. طب قول يعني لا لحظه النقطه دي ما ينفعش نعديها، الراجل داخل علينا دخلت اهلاوي جامد، في بيدجات انديه ونفسها بتقول ان انت بتشجع نادي تاني غير النادي الاهلي، فانا قلت لازم اسالك وعلى هوا احنا في رمضان، انت ينفع تشجع نادي تاني غير الاهلي؟ لا طبعا. ويمكن حصل ان ناس كتيره يعني بعتت لي فيديو من وانا يعني صغير كنت مع كابتن خالد الغندور، طبعا زملكاوي كبير جدا. وانا اصلا بابايا يعني ملهوش قوي في الرياضه عامه، بابايا دكتور، وانا كنت صغير جدا في الفتره دي. فهو ده اللي حصل يعني، بس انا طبعا يعني اهلاوي. يعني انت مش زملكاوي؟ لا يعني كلها اشاعات، احنا في رمضان. لا يعني اعتراف واضح وصريح من الراجل ايهاب امين، يعني الراجل جاله اغراءات وعقود، وحتى لو كان فقد البطولات كان ايضا هيوقع مع النادي الاهلي لانه اهلاوي كبير. وبعدين يا كابتن ده بدا مع النادي الاهلي الساعه 4 الفجر، موقع عقد مع النادي الاهلي الساعه 4 الفجر، صح ولا انا غلطان؟ بالظبط. يمكن احمد الجرحي، كابتن احمد الجرحي جالي لغايه اسكندريه. طبعا دي الحاجات الصغيره قوي اللي بتفرق يعني مع اللعيب، بالذات لما كنت لسه راجع من امريكا، الحاجات دي بتفرق قوي مع اللعيب معنويا كمان، ان هو يحس ان النادي شاريه. بالظبط. وان حد كبير زي كابتن احمد الجرحي يعمل كده، يعني دي حاجه طبعا. طب يعني برضو انا عايز ارجع لفتره امريكا، يعني انت كنت في احد الجامعات وانت ما رحتش على الجامعه الكبيره اللي انت ختمت فيها، انت رحت على جامعه صغيره، وادائك ومستواك هو اللي اهلك ان انت تروح لاحد افضل 8 جامعات في دوري الان سي دبليو اي، يعني اكيد سقرتك التجربه دي، وانت دلوقتي يعني بتطلع او التجارب او الخبرات اللي انت اكتسبتها في الجامعات باينه في الدوري، الفتره دي كانت مهمه في حياتك يا طبعا. يمكن دي اهم فتره في حياتي، هي اصلا الفتره اللي هي من 17 ل21 او 22، هي دي اللي بتفرق من لعيب هيروح فين في الكارير بتاعه. وانا كنت مركز قوي في الفتره دي، يمكن جالي عملت عمليتين في ال5 سنين اللي انا هناك رجعوني شويه، بس لما يبقى عندك هدف وبص لقدام يعني دي الحاجات اللي بترجعك من الاصابه. فيمكن طبعا الفتره دي من اصعب الفترات بس من احسن الفترات في حياتي، واعتقد ان هي يعني نقلتني في حته يعني غير اللي انا كنت رايح لها قبل ما اروح. بس خليني اقول لك يا احمد، انا توقعي يعني الاصابات اللي بيتعرض لها ايهاب اصابات نتيجه الحماس والرجوله في الملعب. يعني انا بقول الكلام ده كواحد لعبت باسكت وعارف ايهاب بيلعب بفدائيه كبيره جدا في الملعب، حتى والفدائيه دي عرضته للاصابه، يمكن اخرها كان الاصابه اللي تعرضت لها انت في مباراه الاتحاد مصر التامين
مصر تأمين انت خدت غرز، يمكن انت جاي من الويك سايد رايح على ايوه اهي، فالاصابات دي نتيجه الرجوله زياده في الملعب، كلامي صح؟ بالظبط، يمكن لعبه الباسكت ممكن ناس كتير تفتكر ان هي مش لعبه عنيفه او ما فيهاش التحامات كتير، بس هو بالعكس هي لعبه يعني عنيفه جدا وفيها التحامات كتير، ممكن ما تبقاش باينه قوي او ظاهره زي الهاند بول عشان الفاولات بتصفر بطريقه مختلفه، لكن يعني اخر تقريبا سنه او سنه ونص مرتين راسي اتفتح، مراخيلي اتكسرت، صبعي اتخلع، فهي لعبه فعلا يعني عنيفه جدا، وطبعا دي برده بتبقى يعني قدر انت لما بس انا قصدي اقول اللعب بالجوله والالتحامات وخش واخد الكوره ده بيعرضني لاصابات، ده حاجه ما تعبكش ابدا، بالعكس انا شايف اللعيب الراجل اللعيب واللي بيلعب برجوله هو ده المطلوب، ايفن لو هو راح في ريسك عليه انه ممكن يبقى اتصاب او حاجه، ولكن دي بتدل على رجوله، عشان كده انت في المقام دي دلوقتي ان انت الرجوله والاداء هو اللي بيوصلك لكده. وخليني اقول لك حاجه كمان ما تعرفهاش عن ايهاب، ايهاب خد وهو صغير افضل لاعب في افريقيا، هو عنده 16 سنه ما اعرفهاش، انزل لنا بالصوره ما اعرفش، بس انا مش جاي تاهر يا جماعه حبيبي، ايوه كده ايوه، هو اصلا ما يعرفهاش، انت معايا على الخط على طول، لو يعني هاتوا لنا الصوره يعني كانت البطوله دي فين، وكانت وهو عنده 16 سنه ممكن نعرض الصوره عشان نوري الناس انت كنت صغير عندك 16 سنه بلاش يا ما انت مش عايز، خد بالك مع بعض حلوين، مع بعض حلوين قلنا في الفاصل ممكن اجمد شوتينج جارد في مصر بغض النظر عن الروح، كمان راجل انا للامانه بقى بجد انا كنت بتفرج على مباراه مع الكابتن هيثم وهو يقول لك انا ازاي كنت بمدح فيك، انا بحس ان انت طبعا جماهير النادي الاهلي بتلقبك بابو تريكه كره السله، وانا بشوف ادائك في حرفنه، طب خلينا يعني قبل مين الحرفنه ده؟ مين ده؟ مفيش دقن ومفيش اي حاجه، 15 سنه يعني كانت في اسكندريه، استاذ اسكندريه طبعا دي كان نهائي كان 2011 بالظبط امام تونس كسبنا دبل سكور بالظبط، خدت افضل لاعب في البطوله بالظبط، قول للكابتن هيثم يقول ما ده كلام انا اللي 2011 سنة بس دي اللي طلعتك امريكا، البطوله دي اللي خلت السبوت عليك والايجنسي اللي بعد دي كانت اول بطوله ليا، دي كانت اول بطوله ليا مع منتخب تحت 16، الحمد لله كسبنا واخدنا بطوله افريقيا، تحت 18 بطوله افريقيا برده ما توفقناش على ثالث، بس الحمد لله خدت احسن لعيب في البطوله دي، بعديها بقى سافرت كانت فين؟ كانت موزمبيق. كانت موزمبيق سنتين ثلاثه دول استضافوا كل بطولات افريقيا، كان في هيصه هناك في موزمبيق. كابتن بما انكم انتوا الاثنين موجودين بقى واثنين نجوم يعني كره السله يعني يعني مش عايز اقول قديم قوي يعني حبيبي. لكن هنا بما اننا بنتكلم عن منتخب الشباب وكنت متواجد وخدنا البطوله في 2011 لمنتخب مصر في كره السله بعيد عن البطولات، احنا عندنا خمس بطولات في تاريخنا، اخر واحده كانت سنه 1983. افضل انجاز او اخر انجاز حققناه هو المركز الثاني في 2013، مش شايف ان دي مسافه بعيده قوي على كره السله في مصر؟ وايه اللي ينقص كره السله في مصر انها تعود مره اخرى للرياضه الافريقيه؟ طبعا سؤال صعب جدا على يعني انا لعيب طبعا الموضوع ده ممكن يعني مش هرد رد دبلوماسي، بس هو طبعا السؤال ده ممكن يسال لحد في الاتحاد دي بقى هو ممكن يرد عليه. انت شايف ايه كلاعب ناقص ايه بس كلاعب؟ انا شايف ان احنا رايحين في الاتجاه الصح، يمكن الويندو الاخراني ما توفقناش في ماتش السنغال، بس هم جايين لنا مصر في 1/7 ان شاء الله، شهر 7 ان شاء الله بالتوفيق، وبعد اللي حصل في ماتش الكوره يعني ان شاء الله يبقى رد اعتبار ان شاء الله. برج العرب البطوله هتتم برج العرب بالظبط، وهيبقى فيه جماهير، بص ما تقوليش نفس الكلمه دي لان انا سمعت الكلمه دي بعد نهائي افريقيا من اللعيبه وعندنا طار ورجعنا يعني خلينا نروح لسكه ثانيه غير لا طبعا احنا يعني كلنا مركزين من يمكن من السنغال في الماتش الجاي، مستر روي الكوتش الجديد للمنتخب من ساعتها هو بيشتغل، ممكن بشكل كبير هيبقى معانا عناصر جديده ان شاء الله في الويندو الجاي. خلي بالك خساره السنغال من الكونغو كانت مفاجاه يعني طبعا، وفي مصلحتنا واحنا كسبنا الكونغو كسبنا الكونغو وكسبنا كينيا فرجعنا كلنا بنفس النقط والويندو الجاي على ملعبنا، فيعني عندنا ادفانتج اكبر طبعا. الصداره هتفرق معانا في اننا لما نواجه في المجموعه الثانيه نواجه في مستوى اقل، ودي تفرق معانا بشكل كبير بالزبط. لكن انت متفائل لكره السله نقدر نرجع تاني؟ طبعا جدا، يمكن عندنا لعيبه، يمكن الجيل ده اعتقد يعني ان هو مظلوم، جيل كويس جدا بس مظلوم، يعني احنا ظالمين نفسنا في النتائج، مش مظلوم من اي حد تاني طبعا، احنا اللي بنشيل كل حاجه، بس ان شاء الله احنا نستحق ان احنا نبقى موجودين في كاس العالم ونستحق ان نبقى موجودين في الاولمبيكس الجايه، وطبعا كل ده مش بالكلام يعني ان شاء الله الويندو الجاي تبقى ان شاء الله يعني نكسب الثلاث ماتشات ونفضل ماشيين على المسار الصحيح الفتره الجايه. شايف طول الموسم يعني انتوا بتلعبوا تقريبا 10 شهور من 12 شهر تقريبا في الموسم بالكامل، شايف ان ده انا بص بنكشك عشان تطلع كلاعب. سؤال تقيل عليا قوي قوي يعني، احنا طبعا نظام الدوري ان هو بس اعتقد مش هنا بس هو نظام الدوري في مصر
طويل شويه. احنا يمكن بالذات مع الاهلي مثلا بنبتدي عشان احنا بنلعب بطوله عربيه. نعم. ممكن مثلا السنه اللي فاتت الزمالك لعب افريقيا قبل السيزون، ففي لعيبه معينه بتلعب تقريبا على مدار 11 شهر او 12 شهر متواصل، فما يبقاش عندك اوف سيزون او بري سيزون او اي وقت ان انت يعني تريح او حتى تنمي مهارات او تخش الجيم او تلحم مواسم في بعض. بالظبط. فدي برده مشكله اعتقد من الاصابات كتير اللي بتيجي للعيبه اللي بتلعب في النوادي وفي المنتخب، ان هم بيجي لهم اصابات كتير على مدار الموسم، ان هم زي ما كابتن ياسر قال بيلحم موسم في الثاني في الثالث، فدي اللي بيحصل مشاكل فيها. ودي البطوله يمكن تحمل ذكريات ليك سعيده جدا. انت البطوله دي الحمد لله يعني كان ليك دور كبير. احنا ده الماتش اللي انا كنت بتفرج مع بعض، احنا كنا بنتفرج عليه هنا في المنطقه، قلت لك ايهاب امين حريف. يعني كنا بنتفرج على الماتش ده انا واحمد في الاوضه جوه. بس البطوله دي بطوله سعيده عليك ليه؟ لانه انا شايف ان ده اول لقب انت ساهمت بشكل كبير. تاني حاجه ان انت خدت احد اللاعب في البطوله، ودي وسط اجانب ومحترفين ولاعيبه بتلعب بره كمان. يعني هي يمكن بتبقى للاعيبه العرب، ولكن فيها مجموعه كبيره كوكبه كبيره جدا من اللعيبه. يعني كلمني عن البطوله دي، هل انت كنت متوقع ان انت تادي الاداء ده ونكسب كمان؟ انا كنت متوقع ان الفريق هيادي اداء يعني زي ده. كنا متمرنين قبليها، يعني لو اتفرج على التمرين يمكن كنا بنلعب احسن الماتشات كمان، كنا مركزين جدا جدا جدا. يمكن البطوله دي جبنا محترف زياده مايكل بوكادي، دخل في الفرقه يمكن من اول يوم. صحيح. تيم بلاير، يعني بيحاول قوي قوي قوي، بيدافع كويس. هو كان ماشي زعلان. بالظبط. يمكن احنا كنا متضايقين والله ان هو ماشي. دخل الفرقه على طول، كان بيحب الفرقه وكوتش دخله معانا على طول. طبعا المحترف مايكل تومسون اللي معانا دلوقتي عمل بطوله كبيره، يمكن في الماتش ده جاب حاجه و20 نقطه تقريبا الشوط الرابع كمان بالذات. بالظبط. ويمكن الفرقه دي كنا البطوله دي كمان كنا القايمه كانت 12 لعيب بس، ما كانش ينفع نغير ما بين كل ماتش. فال12 لعيب اللي كانوا في القايمه كلهم شاركوا، ومش شاركوا بس، هم كل واحد في ال12 عمل دور وكان ليه دور مهم. يعني كان عندنا اصابات الفتره دي، تقريبا كان مروان سرحان مصاب، ابراهيم الجمال كان مصاب، فدخلنا ناس صغيره مكانهم زي عمرو زهران وعبد الرحمن، وكان مولدهم بالظبط البطوله دي، وهم ده اللي دخلهم معانا في السيزون ولغايه دلوقتي مكملين معانا، كان ليهم دور مهم جدا يعني في البطوله دي. صحيح. خلينا ناخد من كلامك عن المحترفين، وتومسون طبعا كان له قاضيه في البطوله دي في اخر 6 ثواني قدرنا نحسم بيها المباراه ماتش بيروت. في دور الثمانيه انت طبعا انت مالك الستيل، هنتكلم عنها دي لوحدها. تمام. شوتنج جارد متواجد في ارض الملعب، وفي محترف زي تومسون بوينت جارد، وكان في محترف قبل كده زي أليكس. انت كلاعب في ارض الملعب بتحب المحترف اللي يكون جنبك يكون هو البوينت جارد، طريقه لعب تومسون ولا طريقه لعب أليكس؟ وبتشوف ان أليكس يعني راجل مسدد بشكل كبير جدا او بيصوب وبيجيب سكور عالي سكورر، انت بتشوف ان ده بيخلق ضغط عليك في الملعب، ولا انت مش فارق معاك فكره مين محترف موجود في الملعب او طريقه لعبه ايه؟ لا، هو اكيد مش بتفرق معايا مين المحترف اللي معايا في الملعب، ده طبعا بيبقى قرار مدير فني في الاول وفي الاخر، والكوتش اللي بيبقى موجود هو اللي بيوظف كل لعيب ويحط له الرول بتاعه في انت راحتك النفسيه فين كلام؟ لا يعني دلوقتي طبعا مرتاح مع مايكل جدا، وحتى لما أليكس موجود كنت مرتاح مع أليكس. يمكن انا وأليكس كنا ساكنين مع بعض في نفس العماره، وكنا يعني اكتر اتنين اصحاب، فلغايه دلوقتي لسه اصلا مكلم أليكس النهارده صدفه. انت تعرف لغايه دلوقتي جماهير النادي الاهلي متذكره الثنائيه اللي كان في مباراه القمه بينك وبين أليكس والتالق اللافت للنظر، انت تقريبا بتتالق في لقاءات القمه طول الوقت. لا طبعا ماتشات الزمالك يعني ليها ماتش يعني ليها طابع خاص، بحب طبعا العب ماتش الزمالك بيبقى كل الناس مركزه فيها، بس بحاول يعني زي ما كابتن هيثم قال كل الماتشات حتى في التمرين بحاول ما بعرفش اللي هو العب واحده واحده او بالراحه عشان ما اتصابش. بالظبط. وحتى لو كنت شايف ان كده ممكن يريحني، لكن عمره ما يطلعني عشان انا بلعب واحده واحده او كده. بس الماتش اللي اتلعب في دور ال 16 في اول موسم ليك اعتقد فرق معاك جماهيريا؟ طبعا. يمكن كان حظي حلو ان هو اول ماتش ليا. لا كان حظك حلو عشان كنت في المدرج. ده حقيقي، قلنا كده قبل ما نطلع، بس قلت مش لازم اطبل لك على الهوا، بس لو كده تمام يعني. وكده انت لازم تجي لي الماتشات، تجي لي يعني الماتشات الفتره الجايه كده. يمكن اول ماتش كان ليا مع الزمالك، مع الاهلي ضد الزمالك عندنا في النادي دور ال 16 في الكاس، ماتش خروج المغلوب، كان ماتش مهم جدا، عملت ماتش كويس الحمد لله وربنا وفقنا يعني كلنا وكسبنا. ويمكن من بعد الماتش ده يمكن الجمهور كان هروح لمين؟ بالظبط. احنا دلوقتي بدل ما هنروح لمين هنروح لفاصل ونرجع تاني مع ايهاب امين، لسه منتظرين حضراتكم واسئله الهاشتاج اسال ايهاب امين. يعني نطلع فاصل وهنرجع ان شاء الله نكمل الليله، معانا نجم كبير جدا واعتقد يعني مقرب لكل جماهير النادي الاهلي، نشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بحضراتكم من جديد، وهنروح لتعليقات
جمهور النادي الاهلي ونشوف بيقول ايه لإيهاب امين ونشوف رده. يمكن نروح كده لتعليق قايله سليمان العمده، بيقول كل سنه وانتم طيبين، طلب واحد اعتزال في الاهلي ماجيك ان شاء الله. طيب خلينا نشوف. يعني زينب السيد اصعب مباراه ما لحقناش. طب نرجع. طيب. نروح لربيع محمود، كل سنه وانتم طيبين، سؤالي البوب، ايه طموحاتك مع الاهلي خصوصا بعد التجديد؟ هما يمكن هدفين، اول واحد اللي هو قريب طبعا الدوري، ان شاء الله ان احنا نفوز ببطوله الدوري، ومش بس نشارك بطوله افريقيا لا ونكسبها كمان طبعا، دي يعني اقل حاجه نقدر نقدمها للنادي الفتره الجايه. الهدف الطويل بقى ان شاء الله ان الثلاث سنين الجايين يبقوا يعني زي ما بنقول يبقى يعني فتره ذهبيه في كره السله ان شاء الله الفتره الجايه. يمكن كان في فتره زي دي حوالي من 10 او 15 سنه، عايزين نكرر الموضوع ده ان شاء الله في السنين الجايه مع النادي ان شاء الله. في اسئله ثانيه يا جماعه؟ معانا اسراء يوسف بتقول، مين مثلك الاعلى او بتحب طريقته في اللعب من لعيبه الان بي اي وليه، وايه فريقك المفضل؟ فريقي المفضل هو سان انطونيو سبيرز، يمكن السنه دي او بقاله سنتين بعيد قوي ويمكن بيخش البلاي اوفس، بس هو من اكتر الفرق اللي كسبت طبعا الان بي اي، وعنده كوتش هول اوف فيمر بوبوفيتش من احسن المدربين في تاريخ الان بي اي، ولسه يمكن من اسبوعين بقى اكتر كوتش كسب ماتشات في تاريخ الان بي اي بوبوفيتش، فطبعا اسطوره. واكتر لعيب بحبه يمكن بيلعب في نفس الفرقه بس هو اعتزل، بس هو برده في الهول اوف فيم دلوقتي لسه داخل السنه دي، مانويل جينوبلي، هو ارجنتيني اشول بس طريق، هو جينوبلي اعتزل اعتزل ودخل هول اوف فيم على طول السنه دي، ترشح ليها فعلا بالظبط. يمكن هو كان من الجيل الذهبي من السبيرز وطريقه لعبه بحبها قوي كمان، هو جيلي وانا كنت مفروض العب قصاده، بس كان كاس العالم في استراليا سنه 97، بس انا ما رحتش، رحت مع المنتخب الكبير عشان كانوا عايزين، اللي راح لعب قصاده كان اسماعيل احمد والغنام، ده كان الجيل، وكانوا فيه سكولا، الجيل ده فيه سكولا كمان، سكولا طبعا اسطوره جامد ومازال ولغايه دلوقتي بيلعب مع منتخب الارجنتين، وكان معاهم برضو كان في لاعب كمان، يعني هم كان الجيل ده خلص كاس العالم تحت 19 وكلهم طلعوا على الان بي. فجنوبلي من اللعيبه اللي انا بشاركك فيها ان هو رايي انه من لعيب مع النادي مع المنتخب مع سبيرز منتخب الارجنتين كمان، فضل يلعب مع النادي والمنتخب من هو صغير لغايه ما كبر، فيعني ده بحبه نفسي ابقى زيه يعني. طب مين مسلك الاعلى محليا؟ خد بالك. محليا؟ محليا يعني ممكن وانا صغير، انا طبعا من ناشئين نادي سبورتنج اسكندراني، فوانا صغير طبعا يعني كنا كلنا بنروح نتفرج على كابتن احمد منير. كان بيعمل حاجات طبعا كنا وقتها يعني بنحبه جدا وبنروح نتفرج على ماتشاته، بالنسبه لي كان مثلي الاعلى من وانا صغير، ويمكن لعبت معاه وكسبت معاه الدوري والكاس. لعيب جميل ولعيب رائع طبعا، وانت اخترت حد يعني جميل، انا بحبه جدا. بالك احنا كده ناكد على اجاباته السابقه لان الراجل بيجاوب بمنتهى الصراحه. طبعا. نروح على اللي بعده. ايه اهم بطوله كسبتها مع النادي الاهلي؟ طبعا عمر مرموش. عمر بيقول لك ايه اهم بطوله كسبتها مع النادي الاهلي لحد دلوقتي، وايه هو اهم ماتش شاركت فيه مع النادي؟ يمكن اهم بطوله اعتقد بالنسبه لي البطوله العربيه، يمكن الاولى في تاريخ النادي، فدي حاجه تميزها عن اي بطوله ثانيه كسبتها مع النادي، انا بقى 3 سنين بس، فيمكن دي اهم بطوله. واهم ماتش ممكن اقول الفاينل البطوله العربيه مع الكويتي الكويتي، يمكن كان معاهم اثنين محترفين لعبوا في اليورو ليج ولعبوا على ليفل عالي جدا، بالذات السنتر كان كويس بالظبط، فكان ماتش صعب قوي بس كنا محضرين له كويس وكنا ماشيين كويس في البطوله، فالحمد لله ربنا وفقنا وفتحتوا في السكور فريحتونا بامانه، يعني لما طلعنا عليهم كتير ارتحنا وانتوا ارتحتوا وريحتوا الناس اللي بتتفرج. يمكن الفاينل هو كان ماتش الاتحاد، الفاينل كان الثالث اللي هو قبل النهائي مع الاتحاد، وهو ده كان الحقيقه المباراه الفاينل، وكانت مباراه عصيبه يعني اكسترا تايم الايه كانت مباراه عصيبه، وكان ما احناش عارفين لاخر وقت مين يكسب، بس التحكيم كان ليه دور، يعني التحكيم كان بامانه كويس جدا وكان فير، وفي كورتين فيصل كده ادونا حقنا فيها، فيمكن ده كان احد اهم اسباب المكسب، ان انت بتلعب تحت مظل التحكيم كان 100% فير انف. يعني هي مباراه الاتحاد دايما يا كابتن بيكون في حساسيه جديده، وفي سؤال انا حابب اساله لك، يعني لما بتابع مباراه الاتحاد ليه هم لما بيفرقوا عننا بنقدر نرجع ونقدر نعمل رن عليهم ونفوز بالمباراه، وليه احنا في اوقات كتير لما احنا اللي بنفرق هم يعملوا رن علينا ما بنقدرش نرجع تاني المباراه؟ يمكن اخر 3 سنين تقريبا كان معظم الفاينالات في كل البطولات احنا والاتحاد، فبينا يعني خلاص حافظين بعض تقريبا زي ما بيقولوا، وهي الباسكت
لعبه يعني كلها رانز يعني ممكن فرقه توصل مثلا تجيب 10 او 12 14 بونت ورا بعض، فرقه ثانيه تعمل نفس القصه. فهي الباسكت لعبه طبعا حاجه بتميزها ان هي ممكن فرقه تبقى كسبانه وفرقه ثانيه ترجع على طول. وفرقه الاتحاد بتتميز بكده يعني، عندهم دايما بيعملوا كده، واحنا يمكن بنحاول نبقى احنا دايما معانا الليد، بس يمكن ده ما كانش موجود في اخر ماتش، يمكن هو في نهايه الكاس كانوا هم المره دي هم اللي كان معاهم السكور، ويمكن وصلوا تقريبا 12 او 14 بوينت ليد ليهم، والحمد لله قدرنا نرجع. يعني احنا كنا الماتش ده بالنسبه لنا كان مهم جدا. انت مين اقرب لاعب ليك؟ استنى بس يعني كمل القصه دي، مين اقرب لاعب ليك في الفرقه؟ خد بالك عشان ده اختبار على الهوا. لا لا ده اختبار سهل جدا. مين؟ عمرو الجندي. والله طب قول الو كده. الو قول. لا صوت جامد يا هاني. الو يا كابتن اياد. انتوا محضرينها بقى. محضرينها طبعا. كابتن عمرو الجندي نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر، اهلا بيك يا عمرو. اهلا بيك يا كابتن هيثم، واهلا بيك يا اسامه، وحلقه جميله ومبسوطه ومتفرج عليكم. ده لسه انا غششته الاجابه يا كابتن عمرو، اهلا بيك طبعا معانا. قعدت اقول له خد بالك الكابتن عمرو معانا على الهوا عشان ما يقولش اي اسم تاني، فانا بهدي النفوس عشان ما هو جاوب. ما حصلش. ما انت عارف يا كابتن. طب ما بلاش هنقول على الهوا. طب يا كابتن عمرو بعد اذنك، كان في مباراه الاتحاد الباص لما نزلتوا تاخدوا الباص كده الفندق الصبح، حصل ايه وكابتن ايهاب امين ما لقيتوش وسطيكم كده؟ كابتن ايهاب امين، اول حاجه بقول له مبروك التجديد الاول، ويعني ان شاء الله يكونوا 3 سنين حلوين وتقدر نحقق فيهم حاجات كتير. ثاني حاجه يوم ماتش الكاس احنا كنا بنعمل وتر اوت مع الجهاز كده بنتمشى الصبح، بعدين الاتوبيس اتقفل عليه، الناس بقى نزلت ايه تزعق شويه كده، فاحنا في الاهلي بيحوش ولا حد عل صوته وكده. يا امين طبعا كان في الاوضه فوق ملوش علاقه باي حاجه ثانيه الا ثانيه. طب ده بقى كابتن احمد الجرحي كمان، لان الكابتن احمد الجرحي موصيني قال لي ان انا بدافع عنه طول الوقت وانت مسكتها له يا كابتن عمرو، قلت له ادي ايهاب اللي انت بتدافع عنه طول الوقت. هو احنا في الاخر من جوه بقى الفرقه كلها وقفت والدكتور وقف وكده لحد يعني عشان الناس اتعصبت شويه من الاتوبيس عشان انت نازل في سكه وقت طويل، حتى نزلنا اتمشينا شويه بعدين اجهزين ايه امتين ايهاب وامتين ايهاب طلعنا فوق لانها بيشرب اللي هو الحاجات اللي هي بعض التمرينه وقاعد ومش اي حاجه حصل. خلينا ايه يعني ايه اللي هيحصل يعني. لسه اقرب لاعب ليك؟ اه كده بقى على الهوا. لا لا هو دي الحقيقه. انت اللي بعتهم يومين. قول لي يا عمرو، يمكن جمهور الاهلي رابط يعني بينكم وبين بعض بشكل كبير، يمكن انتوا جيتوا يعني في سنتين ورا بعض، و يعني انتوا كنتوا يعني نجوم في انديتكم وجيتوا النادي الاهلي عندكم نفس الطموحات نفس الامال، يمكن جمهور النادي الاهلي بيربط بينكم وبين بعض، ايه سر الربط ده؟ احنا يمكن احنا اصحاب يعني من ساعه ما قبل هو في امريكا لعب كان في 2015 مع المنتخب، كان هو لسه عنده تقريبا 20 سنه وجه معانا بطوله افريقيا، بعد كده سافر وهو مسافر كنا علاقتنا برضه كويسه وبنتواصل يعني في امريكا، ولما رجع مصر قبل ما يروح الاهلي قبل ما الاهلي يشتريه يعني كنا على طول يعني رجعنا اتكلمنا وكنا نتقابل، هو في التجمع كان عايش كان مع اخوه وانا ساكن في التجمع وكنا على طول بنتقابل وكده، وحتى السنه اللي انا هو كان شايف الاهلي احنا على طول كنا متقابل ايام الاجازات بعد الماتشات، كنا على طول اللي بيكسب بين اهلي والجزيره هو اللي يدفع العشاء ثاني يوم. يعني احنا كنا اصحاب قوي قريبين لحد بقى ما هو كمان كان يعني في وقت المفاوضات يعني كان معايا يعني وكان مناجي الاهلي فهو صح يعني. ده انتوا حتى عمرو لما في دوري في التجمع احنا خدتوا 6 اكتوبر كمان، انتوا بعيد عن بعض. طب قول لي يا عمرو، انت حتى في يعني لما حصل وجت كورونا يعني يمكن انتوا بتهيألي مع بعض، يمكن كورونا جات لكم مع بعض في نفس التوقيت انت وعمر وايهاب، يعني حتى لما جت كورونا جات لكم مع بعض. هو انا تاني مره بيبيعك على بقول لك هو اللي عداني. دي حقيقه، انا جات لي الاول. انا بهدي النفوس. يعني انتوا اول ما عرفت ان ايهاب جاله كورونا انا وقتها كانت مراتي حامل وانا لعبت تاني ماتش وهو رجع من الاسماعيليه، فانا رجعت قلت لها بص ايهاب جاله كورونا وانا كده بنسبه كبيره اكيد اتعديت، فانا هقعد لوحدي لحد ما لو ظهر عليا حاجه. برافو. تاني يوم ظهر عليا العقد على طول. برافو. بس يعني ده ذكاء منك، لان طبعا مراتك حامل وبيبقى خطوره كبيره على احنا بنبقى قاعدين في اغلبيه الوقت مع بعض في المعسكر،
فادام هو جاله كورونا خلاص يعني خلاص. رحت قلت خلاص كده اول ما انا معاك. طب عمر ما كانش معاك، طب عمر جاله ليه؟ عمر معايا في الاوضه، انا بقعد مع عمر طارق في الاوضه كمان يعني. فانت رحت بقى انت من ده لده لعمر. انا اللي عديت عمر الصراحه. ما هي بتيجي كده، ما هو يمكن الربط في كل شيء. انا في الحلوه والمره. فانا معاك، انت تروح فين؟ خدت كورونا خدها معاك. كابتن عمرو، انت بتتكلم عن الصداقه اللي بينك وبين كابتن ايهاب، هل كان ليه دور في انك يعني يشجعك على فكره الانتقال للنادي الاهلي، ان وجود ايهاب امين والثنائيه دي والصداقه دي؟ اكيد طبعا، يعني هو وقتها هو كمان، انا قلت اول ما جيت ان هو في اوقات ايهاب لما بيبقى احنا في الاوف سيزون بيبقى عند في التجمع على طول بيجي البيت على طول بنقعد مع بعض، وكنا في اوقات كان لما بشوف في موضوعات كان بيبقى هو اللي قاعد جنبي اصلا يقول لي لا ما تردش واخليك واستنى. فدي من الحاجات اكيد اللي حمستني، وبجانب طبعا حاجات كتير يعني ان عمر مثلا كان هيجي معايا النادي الاهلي، كانت صفقه هتخلص ان احنا نيجي مع بعض، احنا برده كنا متربيين مع بعض، والفريق الاهلي كان الناس كلها كانت مرحبه بيا في الفريق، الكباتن بتوع الفرقه مودي الجحي وابراهيم الجمال. بس ايهاب برده اكيد كان ليه دور كبير برده. طب هو كان ليه دور كبير انت تيجي؟ طب انت كان ليك دور جديد انه يجدد؟ يعني ليك دور كبير في تجديده؟ انا الناس بقت تبعت لي يعني قربت تتخانق معايا عشان ايهاب ما بيجددش. بقى تعلم ان انا قلت له الكلام، انت لازم تسيطر عليه، انت لازم تقول له يجدد، انت لازم تقول له لا ما ينفعش، انت جبتني من الجزيره عايز تمشي. ايهاب يعني كان عايز يقعد يعني على طول، انا كنت مطمن ان هو يجدد يعني في النادي الاهلي، هو كان حابب المكان وهو راجل يعني مخلص للنادي، وكان هو مبسوط مع الجماهير ومع الفريق، ويعني ربنا يكرمه يعني في الثلاث سنين الجايين ويقعد كمان اكتر من كده مع النادي الاهلي. كابتن عمرو بالتاكيد يعني سعداء بحضرتك، ولكن حابين نسالك السؤال، لما سالنا كابتن ايهاب امين عن طموحاتك مع النادي الاهلي قال بطوله الدوري مركزين فيها بشكل كبير، والمشاركه في بطوله افريقيا وان شاء الله الحصول عليها، شايف ده ان شاء الله فريق النادي الاهلي قادر على تحقيقه؟ بالظبط، هو احنا من اول ما جينا والفرقه دي اتجمعت احنا كان هدفنا ان احنا حتي انا قلت للكابتنات احنا محتاجين كنا مش نكسب بس، محتاجين نهيمن ان احنا نسيطر على نكسب كده ثلاث اربع سنين نفضل نكسب بس. السنه اللي فاتت ما حصلش نصيب، خدنا بطوله من الثلاثه، السنه دي ماشيين في الطريق الصح، اللي كسبنا ثلاثه من الثلاثه ولسه ناقص البطوله الاهم اللي هي بطوله الدوري. فان شاء الله دي هدفنا الاكبر، ان احنا محتاجين نرجع الاهلي بطوله افريقيا. يعني انا لما بتفرج على الفيديوز بتاعت بطوله افريقيا اللي كانت في النادي الاهلي بالجماهير وكده، انا نفسي اكسب افريقيا مع النادي، ونفسي البطوله كمان لما تلعب في افريقيا ممكن تبقى فيها جماهير وكده. انا بقالي داخل سنتين في النادي الاهلي وما لعبتش ولا ماتش بجمهور مع النادي، دي حاجه انا نفسي تحصل. فده الهدف زي ما بيقول ايهاب، الاول حاجه طبعا مش هنلعب افريقيا وانا هروح الخطوه دي غير لما نكسب الدوري العام، فدلوقتي كل تركيزنا على بطوله الدوري عشان ننقل كمان موسم يعني نقفله كويس جدا، يبقى اربع بطولات بطوله عربيه مرتبط وكاس، تبقى اول حاجه يعني مش ما حصلتش في تاريخ مصر اصلا كتير، يمكن مره او مرتين وفي تاريخ مصر كله، تبقى مره في تاريخنا احنا كلاعيبه اغلبيتنا ما حدش عملها قبل كده، ويعني تبقى موسم تاريخي يعني ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن عمرو ان شاء الله. في اي حاجه حابب تقولها لكابتن ايهاب؟ عايز تبيعه على الهوا في اي حاجه ثانيه غير موضوع الباص؟ ايهاب بيقول لك كفايه كده. طب انت يا كابتن ايهاب يعني حابب توصل له اي رساله او اي حاجه؟ لا طبعا يعني مفيش حد سامعك. لا لا خالص. يمكن عمرو من اقرب الناس ليا، ويمكن يوم ما جددت كان يوم الجمعه، كان الخميس بالليل كنا مع بعض، ويمكن اول ما روحت كلمته، يعني اخويا قال لي ان احنا خلاص بكره هنروح نخلص في النادي، يمكن اول حد كلمته كان عمرو اليوم ده. ف يعني اللعب جنبه، ممكن انا مش بقول له كده واحنا مع بعض بس ممكن اقول له كده على الهوا، يعني اللعب جنبه طبعا مريح جدا، معاك نجم زيه بيشيل عليك ضغط كتير قوي، فطبعا هو عارف يعني الكلام ده، وان شاء الله نفضل مكملين مع بعض في النادي الاهلي فتره كبيره ان شاء الله. وان شاء الله عجبني جدا المصطلح بتاع الهيمنه، مش الفوز فقط بالبطولات، باذن الله هي دي جينات النادي الاهلي. بنشكرك كابتن عمرو وشرفتنا، وباذن الله تشرفنا قريب في الاستوديو باذن الله، وباذن الله النادي الاهلي يحقق بطوله الدوري ويحقق دوري ابطال افريقيا باذن الله. شكرا كابتن عمرو. ان شاء الله ان شاء الله، مبسوط اني طلعت معاكم. حبيبي. طبعا نروح لفاصل دلوقتي، لان تقريبا الكابتن ايهاب يعني اللي حصل على الهوا ده
صعب شويه، لكن هنروح لفاصل ونحل مشاكلنا بين الفاصل. ان شاء الله انتظرونا وما تروحوش في اي حته، وباذن الله هنعرض برضه اسئلتكم. في مفاجاه بعد الفاصل. ده في مفاجاه بعد، يعني ما تروحوش بعيد، لان احنا مجهزين لإيهاب أمين مفاجاه. هنروح لفاصل طبعا ونرجع لحضراتكم، انتظرونا. اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما قلنا لكم قبل الفاصل احنا عاملين مفاجاه لإيهاب أمين على الهواء. احنا بنبدأ نرحب بعلي اشرف اللي منورنا في الاستوديو. اهلا بيك يا علي. اهلا بحضرتك يا فندم. يمكن علي عنده موهبه كبيره جدا، وهي الرسم بالقهوه، بيرسم المشاهير وبيرسم طبعا فنانين ولاعيبه كوره وبيرسمهم بالقهوه. والنهارده هو هيرسم إيهاب أمين وهو معانا في الاستوديو. هنكون احنا بنعمل الحوار وهيكون علي بيرسم إيهاب، ويمكن ممكن نوريكم حاجه كده. هو الاول جات له الفكره ازاي؟ يعني انت جات لك الفكره انك ترسم على، انا اعرف مثلا بيرسموا بالرمل، بيرسموا على بالاضاءه، جات لك الفكره ازاي؟ هي الفكره بدات معايا من ان انا كنت بشتغل يعني في كافيهات او كده، فكنت على طول بشرب قهوه. فحكايه الرسم يعني هي الموهبه فطره جوانا، فاللي هو يعني انت لازم تنميها باي طريقه من الطرق. اللي هو انت مش تعتمد على حاجه معينه، مش لازم تكون هي الرسم برصاص، يعني رسم برصاص، رسم بفحم يعني فحم، لا لازم تطور من نفسك، لازم تعمل تخترع حاجه جديده، لازم تطور من تفكيرك نفسه في الموهبه بتاعتك يعني. فانت جالك مزاج، انت راجل كيف قهوه، فقلت انا هرسم على القهوه. عشان انا بحب القهوه فمش هسيبها. بالظبط. طب يعني في حالات انت راسمها ممكن نستعرضها للشاشه برضه عشان المشاهد يتابع معانا. معانا كابتن احمد عبد القادر. كابتن احمد عبد القادر. الناس بقى ليها الحكم بقى. ايوه بسباس زي الفل. لا احمد عبد القادر فعلا. احمد عبد القادر فعلا. غيره؟ في ده مارادونا. هيبان اكتر على ايوه. مارادونا. لا صعبه وفي حته ضيقه. ومين معاك تاني؟ انا شايف امير قراره هنا جنب احمد عبد القادر اهو. صح لقيت انا امير قرار ده باشا مصر. هو قلق من امير فقال لك هديله وجاب صوره باشا مصر اكيد. وفي ويجز. ماشي. غيره؟ وده الراحل محمود عبد العزيز ربنا يرحمه. طبعا يعني واضح الموهبه علي، فاحنا بقى نسيبك تكمل. يعني نجم النجوم، خد بالك ده يعني معشوق جماهير النادي الاهلي، عايزين رسمه بقى تكون مظبوطه عشان تكون هديه حلوه للراجل ده يفتكرك بيها بشكل كويس. طبعا. ايه رايك يا عم إيهاب؟ لا طبعا مبسوط. تمام؟ اكيد طبعا زي الفل. طب شفت حاجه زي كده قبل كده؟ لا طبعا اول مره اشوف كده. يعني عمري ما شفت حد بيرسم بالقهوه طبعا، وهو موهوب باين يعني. طب خليني عايز اتكلم على بداياتك، يعني يمكن الناس كلها شافت إيهاب أمين بعد ما رجع من امريكا وبعد كده راح النادي الاهلي. كمل انت على اشتغل انت. فطبعا البدايات بتاعتك، يعني يمكن انت الناس ما تعرفش كتير، انت دخلت الباسكت ازاي؟ هل شريف اخوك الاكبر منك كان بيلعب؟ دخلت الباسكت ازاي؟ هو عيلتي يعني يمكن عندي 2 اخوات ولاد، هشام وشريف، كانوا بيلعبوا هاندبول. والدي كان بيلعب فولي، ومامتي كانت بتلعب هاندبول، فما فيش اي حد في العيله كان بيلعب باسكت خالص. انا اسكندراني، كنت في نادي سبورتنج وعائلتي دايما في النادي. فاول من وانا عندي 6 سنين دخلوني في مدرسه الباسكت وفي رياضات تانيه كتير. تعلقت يمكن بالباسكت من الاول خالص. حبيت اللعبه. حبيت اللعبه وكنت كويس فيها من الاول. كنت طويل وانت صغير؟ لا خالص، كنت صغير ورفيع جدا جدا جدا، ما كانش يبان عليا ان ينفع اصلا اكمل في اللعبه. بالظبط. يمكن كنت متعلق باللعبه من وانا صغير، ويمكن عندنا في النادي وفي اسكندريه يعني بشكل عام الناس دايما بتلعب باسكت، يمكن مش النادي بس، في المدرسه. فكنت بلعب الشعبيه الاولى في اسكندريه. بالظبط. فكنت بلعب باسكت طول الوقت مع اصحابي، يعني بره التمرين حتى نروح النادي نلعب باسكت، في رمضان حتى كنا نروح نلعب قبل الفطار. فكنت بلعب باسكت يعني تقريبا قضيت طفولتي كلها في النادي، يا في النادي يا في المدرسه. فيمكن دي كانت بدايتي مع الباسكت في نادي سبورتنج من وانا عندي 6 سنين لغايه 16 او 17 سنه. قبل ما تروح امريكا على طول. انت طلعت من نادي سبورتنج على امريكا، الدوري الجامعي. سالنا الراجل ده جد كتير. انت اكيد تعبت من الجد. شويه هلس بقى، انا اصلا مش جد. حبيبي انت كده معايا. شويه رمضان. زي الفل. يعني خلاص انا يعني بعد اللي حصل مع كابتن عمرو الجندي، ايه بقى موضوع رمضان والاكلات وقصه السوشي معاك؟ لا السوشي مش في رمضان كده ما ينفعش، بس هو قصه السوشي كان زي ما عمرو بيقول، كنا دايما من ساعه ما رجعت يعني من امريكا انا وهو، لما هو كان في الجزيره، لما كان حد فينا بيكسب ماتش كان لازم يعزم التاني على اكل السوشي، وكانت بتبقى حراقه شويه. مين اللي بيدافع عنك على طول في الفريق؟
في الفريق طبعا اول حد كابتن احمد الجرحي، وانا بروح استنجد بعمر طارق. على فكره والله العظيم هيقولوا ان احنا مرتبينها. ليه؟ قول الو كده. الو يا بوبو يا جرحي. طب والله مش مرتبينها عشان هو قبليها كان مع عمرو الجندي برضو وقال عمرو الجندي. فبنرحب بالكابتن احمد الجرحي المدرب العام للفريق الاول لكره السله. اهلا بيك يا كابتن احمد. كابتن هيثم ازي حضرتك؟ وكابتن احمد ازيك حبيبي يا كابتن احمد؟ منورين الحلقه ودايما متالقين، ومعاكم طبعا اخويا الصغير وواحد من نجوم الفرقه كابتن ايهاب امين. ما هو بيبيعك يا كابتن وقت الخناقات، بيبيعك ما بتلاقوهوش. ملوش في الاكشن يا كابتن احمد. معلش. الراجل اعترف من الاول. لا هو عارف انا اصلا اي حاجه بتحصل بروح لكابتن احمد على طول. هدول هو ملوش في الاكشن هو. طب لو كابتن احمد له اتجاه وكابتن مودي له اتجاه، هتكون مع مين؟ يعني هو انا غالبا بروح مع كابتن احمد. شفت؟ لا ده متوسع يا كابتن، متوسع. انت مسيطر يا كابتن. لا هو عشان مودي بيشجع ريال مدريد، فيعني انا مع احمد كابتن احمد. انت بتشجع ايه؟ برشلونه. فاحنا مع بعض في معظم الحاجات. تمام حلو. طب لما بنروح للارسنال؟ الارسنال مودي بصراحه. مانشستر يونايتد هنا مع كابتن احمد. يعني كان من شويه كان البوب بيتكلم يا ابو حميد ان انت ليك دور كبير في التجديد، وان هو مش ناسيلك ابدا ان انت رحت له الساعه 4 الفجر عشان يوقع العقود. يعني بتبقى في لمسات صغيره كده بيحس بيها اللاعب قد ايه النادي شريف. لا طبعا يا كابتن هيثم، انت عارف ايهاب ما شاء الله عليه بني ادم مجتهد يعني في شغله. ده يخليك دايما انت لو هتسافر والله لو ابعد من اسكندريه وموجود عشان تمضيه بتشتغل حاجه بتحب النادي، وفي نفس الوقت انت هتتعاقد مع لعيب هيفيد النادي وهو حابب النادي. لان على فكره ايهاب طبعا قبل الثلاث سنين كان معروض عليه عروض احسن من الاهلي، والفتره دي نفس الكلام. لكن هو عارف قيمه النادي وكان حابب ان هو يجي النادي، وكان بالنسبه لي الموضوع انا كنت عارف لما بتعمل حاجه وانت مبسوط وعامل حاجه للمكان اللي انت بتحبه، فكان بالنسبه لي يعني مشوار بسيط وسهل، وكنت مبسوط وانا رايح وانا راجع. الحمد لله ان ايهاب موجود معانا، وان شاء الله يفضل كده موجود لغايه ما يحقق كل طموحاته مع النادي، ويبقى كده علامه من علامات الباسكت في النادي الاهلي باذن الله. ان شاء الله يا كابتن احمد. يعني كابتن ايهاب في لمسه او يعني حاجه بتحصل في النادي الاهلي دايما ان تيشيرت الكابتن ورقم تيشيرت الكابتن في انضمام ايهاب امين للنادي الاهلي، نلاقي الكابتن بيهدي التيشيرت بتاعه ورقم التيشيرت بتاعه لكابتن ايهاب امين. هل دي كانت يعني حاجه ذاتيه، ولا كان الجهاز الفني له دور فيها، ولا كان عشان نقول على الهوا، ولا كان مطلب اساسي من كابتن ايهاب؟ شوف ببيعك مع اي حد. لا 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 صدقني هقول لك على حاجه، وانت عارف وكابتن هيثم كمان عارف ان دايما صعب حتى في تعاقدات اي لعيب مع النادي الاهلي ان هو يكون ليه شروط اللي هي زي ما بيقولوا شروط مجحفه ان انت ممكن ما تقدرش تنفذها له. تمام؟ العكس، الموضوع كان ايهاب هو سالني على رقم 4، فكان مودي ساعتها جنبي. مودي قال لي انا ما عنديش فكره خالص، هو ياخد 4. يعني هي زي ما يعني ما نقولها كده ان هي اجيال بتسلم بعض. مودي لبس 4 من وهو راجل عنده 18 سنه لغايه دلوقتي، يعني فوق ال 12 14 سنه، ورقمه هو حابب ان هيبقى لابسه عشان هو ده رقمه وهو هيبقى مستريح فيه، وهو دايما بيلعب بالرقم ده من هو صغير، وهو يكمل بقى المسيره ان شاء الله في المستقبل البعيد. فالموضوع كان بود جدا ما بين مودي وايهاب، هم اخوات، وما لا ايهاب طلبه بشكل رسمي ولا كان يعني الموضوع كان في اطار اخوي خالص بين الاثنين بصراحه. يمكن دي كانت اول مكالمه ليا ما بيني انا ومودي الجرحي، كان هو كلمني اول مكالمه. اول مكالمه ليا، كنتش اعرف مودي طبعا، اعرف مين مودي الجرحي بس عمرنا ما اتكلمنا على شكل شخصي. اول مكالمه ليا كنت لسه في اسكندريه، كلمني وقال لي يعني ان انا ان شاء الله لما اجي النادي ان هو هيسيب لي نمره 4. فيعني لما كابتن الفريق وكابتن النادي الاهلي يعمل معاك كده، دي حاجه برده من الحاجات الصغيره اللي ليها معنى كبير قوي وبتفرق. فدي كانت حاجه من الحاجات يعني. وفي الاخر بتروح تقف مع كابتن احمد الجرحي. كبير، بقف مع الكبير. كبير كبير. كابتن احمد، يعني جماهير النادي الاهلي بتشوف في حضرتك مسؤول بروح الفانيلا الحمراء، ودايما يعني علاقتك مع جماهير النادي الاهلي علاقه وثيقه وعلاقه كبيره، ودايما جماهير النادي الاهلي بتحب تشوف النادي الاهلي رقم واحد. طموحات الكابتن احمد الجرحي والكابتن ايهاب امين اتكلم عن فكره الدوري وبطوله افريقيا، شايف ان احنا قادرين باذن الله
اننا نحقق ما هو ابعد من ذلك، يعني اننا ناخد البطوله الافريقيه؟ والله يا كابتن احمد بص انا هقول لك على حاجه، احنا مبدئيا مشروع الفرقه اللي شغال دلوقتي ده، احنا كان ممكن في فرق كتير قوي ممكن تشتري محترف تاخد بيه بطوله، والسنه اللي بعديها ممكن تلاقيها رابع خامس، السنه اللي بعديها ثالث. احنا كان شيء ده مبدانا، احنا حتى لو المكاسب اتاخرت الموضوع كان بالنسبه لنا ان هو لازم يكون في بنى للفرقه دي، ان الفرقه دي تقعد 10 12 15 سنه على قد ما نقدر نطول المده، ان هي على طول في المنافسه وعلى طول بتاخد القاب. والحمد لله انا شايف ان الفرقه الحمد لله دلوقتي يعني بدات تجني ثمار المشروع اللي بدا من 3 سنين، واللي كل الناس برضو لازم اقول ان كل الناس مشاركه فيه، كابتن اشرف توفيق وكابتن سيد مصطفى واداره النادي وكابتن رؤوف عبد القادر وبيسلم كابتن خالد العوضي دلوقتي، كل الناس فعلا فعلا لو انت شفت الثلاث سنين وهاب هتلاقيه قاعد معاك ممكن يحكي لك، حاسس ان الناس في النادي مهتميه ان هي لا كل سنه عايزه تدعم، كل سنه عايزه، قطاع الناشئين ماشي بشكل كويس جدا، اي مطالب للفرقه هتلاقيها هتتحقق. فدي حاجه بصراحه بتسعدنا كلنا جوه النادي، لان النادي الاهلي تاريخه في الباسكت لازم يبقى على قدر واسم النادي الاهلي. ممكن يكون ده ما حصلش في سنين فاتت كتيره وليه ظروف واسباب ونبقى نتكلم فيها بعدين، لكن كل اللي جاي باذن الله النادي الاهلي اللي انا اضمنه لك ان انت هتلاقيه منافس على كل البطولات، هتلاقيه ان هو موجود في كل البطولات، هتلاقيه ان هو بيحقق القاب، وهتلاقي ان مفيش لعيب او مدرب انت هتحس وانت قاعد بتتفرج عليه ان هو مقصر في حق النادي الاهلي. صحيح، ويمكن الروح دي اللي مميزه بصراحه كابتن احمد يعني فريق الباسكت، ومن بدايه يعني يمكن انت قلت ده مشروع بقاله 3 سنين احنا عشناه يوم بيوم ولحظه بلحظه، واكيد المشروع ده مش هيقف عند انجاز، يمكن عايزين هيمنه 10 15 سنه نكون دايما في المباريات، لان احنا محتاجين نعمل تاريخ كبير في كره السله. كابتن احمد الجارحي المدرب العام بشكرك شكرا جزيلا وكل سنه وانت طيب. شكرا يا كابتن. يمكن محتاجين نرجع بقى لعلي عشان نعرف وصل فين، ورينا علي يعني نشوفها على الكاميرا الثانية أفضل. لا لا ناحية أيوة التانية. أيوه اظبط انزل. لا هو هيعرف يظبطها. أيوه بالظبط. إيه رأيك يا كابتن أهل؟ هو اللي يقول رأيه رقم واحد يعني. قول أنت رأيك بقى. لا هي لا أنا بالظبط شباب. طيب إحنا يعني عايزين قبل ما يعني ما نروح لختام الحلقة، أنت أهلاوي كبير، ماتش الرجاء شايفه إزاي؟ ولو أنت مكان بيتسو موسيماني، أنا دلوقتي هديك بقى سيبك من فكرة الباسكت خالص ونروح لكرة القدم، أنت دلوقتي المدير الفني للنادي الأهلي. إيه التشكيل اللي هتلعب بيه مباراة الأهلي أمام الرجاء؟ على الهوا كده. طبعًا ماتش يعني ماتش صعب، بس يمكن بالذات في أفريقيا طبعًا فرقة الكورة بتلعب أحسن في الماتشات الكبيرة، فإن شاء الله نعمل ماتشين كويسين، طبعًا ممكن في الجون الشناوي. أيوه. هو ورا عبد المنعم بره اعتقد. لا يرجع يقدر يلعب. ممكن يرجع عبد المنعم. ممكن ياسر ابراهيم او ايمن اشرف. ياسر ابراهيم او ايمن اشرف. علي معلول طبعا. علي معلول على الشمال. على اليمين محمد هاني مصاب ولا رجع؟ هو دلوقتي كريم فؤاد، لكن ممكن يقدر يلحق ان شاء الله. كريم فؤاد يمكن عامل ماتشين كويسين جدا الاخرانيين، فممكن يفضل ماسك في مكانه او محمد هاني لما يرجع. الاجهز فيهم. السؤال المحير بقى. لا نص الملعب زي ما هو اكيد طبعا. مين بقى؟ سلية حمدي فتحي وديانج. تمام. كنت عايز حاجه ثانيه؟ لا انا خلاص تمام. قدام انا عن نفسي اختار حسين الشحات اختياري. ممكن قدام محمد شريف. و يعني اكيد قفشه، بس بيرسي تاو لازم يبقى ليه دور طبعا، فاعتقد ممكن في الشوط الثاني او ممكن هو اللي يبدا. لو انت لاعب دلوقتي في فريق كره القدم في النادي الاهلي تحب تكون اللاعب اي لاعب؟ قفش مكان قفش نمره 10 ورا المهاجمين. لعيب عشان قضيه. هو ملك القضيه. لا تهاجم تدافع يعني بتجري كتير، ممكن بتبقى ليك خطوره على الجون وليك دور دفاعي برده مهم جدا، فيعني تعمل كل حاجه. ناخدك انت دلوقتي عشان الوقت بس حبيب قوي فكره الكابتن احمد الجرحي لما قال مالكش في الاكشن، طب لو دخلت خناقه تاخد مين من فريقك يروح يتخانق مكانك؟ طبعا اولهم عمر طارق. عمر طارق اي مشكله بتحصل انا اول واحد بروح لعمر طارق طبعا. سيف سمير. ويمكن اكيد معاهم لازم اخد احمد اسماعيل. احمد اسماعيل طبعا وحش حبيب. بوب نورتنا وشرفتنا النهارده، الوقت عدى سريعا معاك، كل سنه وانت طيب ونورتنا في قناه الاهلي. وحضرتك طيب ربنا يخليك نورك، وده شرف ليا طبعا ان انا موجود في بجد سعداء. المهم ان انت تكون طالع مبسوط من اللقاء. نشكر علي طبعا. طبعا نشكر علي.
موهبه جميله دي، رائعه وموهبه بتاعت مزاج. والراجل شهد لازم يعني اخدها معايا لازم بشعر. طبيعي بشكرك عليك بعد اذنه يعني. طبعا نورتنا وشرفتنا علي، بشكرك شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا النهارده وحلقتنا مع الاهلي في رمضان. انتظرونا ان شاء الله في يعني حلقه جديده ان شاء الله بكره. الاهلي في رمضان مستمر معاكم، ولكن ثنائيه انا وكابتن هيثم ان شاء الله يعني هنكون موجودين معاكم كل خميس. نشوفكم على خير، والاهلي دائما منتصرا، الاهلي فوق الجميع.